ريال، هذه أول قصة راح تكون معانا، تمام؟ قصة بعنوان ألا تستحق أسماء الحياة. راح أحكيكم القصة على أساس إنها لي أو واقعة علي أنا. السلام عليكم، كاتبكم الشيخ فانش، تمام؟ جايكم أحب اليوم مقطع جديد. إيش مقطع اليوم؟ قصة. بجرب القصص وبجرب يعني رمضان. لا استنى شوي، هنا رمضان لازم أبارك برمضان. إيش يقولون برمضان؟ أولاً أحب أبارك لكم شهر رمضان، الله يكمل علينا بالخير إن شاء الله، وإن شاء الله ستة جاي نكون معاكم زد. فلا تنسوا لايك واشتراك وحساباتي موجودة تحت صندوق الوصف، تابعوني عليه كامل، تابعوني يا سناب بعد. صلوا على النبي، سبحان الله بحمده العظيم. يلا بينا نبدأ القصة. تعودت انه كل ليله اطلع اتمشى في الحاره شغله نص ساعه كذا وارجع، يعني اخذتها كعاده. فمره من المرات وانا قاعد امشي شفت بنيه ما يتعدى عمرها عن 7 سنين كذا 8 سنين، كانت تلاحق فراش مجتمع حول ضوء من اضويه الشارع هذه اللي تلقونها محطوطه في الشارع. لما شفتها صراحه لفت انتباهي، يعني شكلها ولباسها. كانت تلبس فستان مشقوق كامل، وكانت برضو ما تلبس نعال اكرمكم الله، بس كانت جميلة. يعني يقول لك سبحان الله، ما أقبح الفقر وما أجمل الفقراء. كان شعرها طويل مرة، كانت عيونها خضر، يعني كانت جميلة البنت ما شاء الله عليها. انتبهت عليها أنه أول مرة أنا جيت جنبها يعني ما أعطتني أي انتباه يعني خالص، بس مع كثرة تكراري للمشي لاحظتني البنت صراحة. فقامت لما تشوفني أنا جاي تقعد تتناظر فيني تتبسم، صراحة ابتسامتها شق. فمرة من المرات وأنا ماشي وقفت وقاعدة يعني أريد أستفسر عن حالها، سألت إيش اسمك؟ قالت لي أنا اسمي أسماء. قلت لها من وين؟ أشارت لي على غرفة خشبية وموقعها يعني جنب بيت فخم، فأشارت عليه وقالت لي إنه هذا هو عالمنا أنا وأمي وأخوي بدر، بدر يقهر. صراحة سألت عن أبوها يعني إيش حاله إيش وضعه، فقالت إنه أبي كان يعمل سواق عند شركة ومات بحادث مروري ومن بعده ما حد سأل علينا. بعدها نظرت شافت أخوها بدر طالع الشارع، فراحت تجري لعنده ركض. وأنا لما شفتها صراحة راحت على أخوها، أنا رجعت والله البيت يعني أكمل باقي يومي. فصار إنه هذا هو جدولي في الليل، أطلع يعني أشوفها أوقفها نسولف سوالف حلوة. فمرة من المرات سألتها إيش تتمنين، فقالت أنا كل يوم أطلع نهاية الشارع عشان أشوف الطالبات فوتون إلى مكان صغير من باب صغير، وكلهم يلبسون نفس الملابس يعني ملابس موحدة. صراحة ما أدري إيش يسوون وراء هذا السور، وأنا يعني من أمنيتي إنه أصحى الصبح وأروح مع الطالبات هذنا عشان أتعلم أقرأ وأكتب وأشوف صراحة أشوف إيش يسوون وراء السور. صراحة أنا ما أدري إيش اللي جذبني بهذه البنت، بس أتوقع إنه تمسكها للحياة رغم الظروف الصعبة، أو ممكن عيونها صراحة لأن عيونها تجنن. تعودت إنه كل ما أجي من هذا الشارع أجيب لها شيء معي، مثلاً ألعاب، حذاء أكرمكم الله، ملابس، يعني شغلات زي كذا. ومرة من المرات قالت لي انه بيغادر تشتغل عند بيت من البيوت الموجودة بالحارة علمتها الخياطة، وطلبت مني انه اجيب لها قماش عشان تخيط عليها ويعني تطبق اللي تعلمته. وعدت الايام وطلبت مني طلب قريب صراحة، قالت لي اريدك تعلمني شلون اكتب كلمة احبك. فما اخفي عليكم مباشرة قعدنا على الارض وقعدت اخطط لها بالتراب كيف تكتب كلمة احبك، وهي طبعا واقفة قدامي قاعدة تراقبني كيف أرسمها، لأنه هي ما تعرف الكتابة أبدا، فهي تشوف الرسم يعني تنقلها رسم. وطبعا ضلينا على هالحال هذه فترة حتى عرفت كيف تكتبها، وأنا قاعد أعلمها كل يوم وقاعد أكتب لها على التراب كيف تكتب كلمة أحبك. وبليلة من الليالي كنت قاعد معها قاعدين نتكلم، فطلبت مني طلب، قالت لي بدك تغمض عيونك. طبعا أنا ما أدري ليش إيش السبب أو إيش السالفة، بس قالت لي غمض عيونك. فلما غمضت عيوني ما أشوف إلا أنها باستني وطلعت ركض على أمها. طبعا قاعد أكلمكم الطفلة يعني الطفلة ما هي كبيرة. طبعا طلعت تركض لعند أمها وتخبت ورا القرفة الخشبية هذه اللي ساكنين فيها. وثاني يوم أنا حصل لي أمر طارئ استوجب أني أسافر لمدة 2 أسبوع وما قدرت أودعها، فسافرت. بس أنا يقينا كنت أعرف أنه راح تستناني كل ليلة بنفس المكان اللي نتقابل بيه على طول. فخلص عملي لمدة 2 أسبوع صراحة ورجعت. فأكثر شغلة بالي هي صراحة البنية، أريد أرجع مشان أشوفها. وبنفس الليلة اللي وصلت فيها لبيتي بالليل طلعت ركض على نفس الموقع اريد اقابل اسماء، صراحة مشتاق لها الشوق مو طبيعي. طلعت لها قبل الموعد وقبل كل شيء، وقفت لها عند العمود اللي نظل نتقابل بيه انا وياها. طبعا وقتها كان الشارع هادي مرة، وانا ماشي عشان وصل نفس الموعد اللي هو تحت ضوء من اضواء الشارع، نظرت في الضوء لقيته طافي. فجاني كذا يعني زي الإحساس الداخل إنه أكيد في شيء قريب بس أنا ما أعرفه إيش هو. ف
فاستنيت فترة طويلة ما جت، فرجعت والله البيت يعني. وعلى هذا الحال ثلث أربعة أيام كنت أجي كل ليلة لنفس المكان وما ألقاها. فصراحة وقتها قلت أنا لازم أعرف إيش السالفة، فعطيت مخي وبيت النية أنه بدي أروح أسأل أمها، أسألها وين أسماء. فاستجمعت كل قوتي ورحت لقرفتهم الخشبية وطقيت الباب، طبعا أنا مستحي مرة وقتها. فطلع لي أخوها بدر، وبعد بدر على طول طلعت أمها. فلما شافتني تفاجأت وقالت معقولة أنت جيت؟ مثل ما وصفتك أسماء طلعت نفسها والوصف بالضبط. بعدها قعدت تعرفوا إيش معنى أجهشت؟ أجهشت من البكي. صراحة أنا ما أعرف إيش يعني أجهشت بس هيتي. فصراحة أنا لما شفت أمها يعني حسيت أنه صاير شيء، وشيء قوي زاد مو أي شيء يعني. فقعدت أهدي أمها يعني وأريد أفهم إيش اللي صار. فقلت لها إذا ما عليك أمر ممكن تخبريني إيش اللي صار؟ طبعا أنا يعني قلبي أسرع أريد أعرف إيش السالفة، هل صار الأسماء شيء؟ فقالت لي وهي قاعدة تبكي لقد ماتت أسماء، بس قبل ما تموت قالت لي رح يجي واحد ويسأل عني، فإذا جاء سأل عني انطيها الهدية، انطيها الهدية. فقلت لي مين هو الشخص؟ قالت لي ما بل هو رح يجي يسأل عني. فسألت أمها إنه شلون توفت أسماء، قالت لي بليلة من الليالي حست أسماء إنه بيعدها حرارة، فجيت أشيك عليها طلعت بيعدها حرارة قوية، فشلتها وطلعت على المستوصفات الخاصة القريبة مني، فطلبوا مني صراحة مبلغ كبير مرة وأنا ما أقدر عليه، وأنت تعرف الحال يعني. فأني ما قالت هيك، فتركت المستوصفات الخاصة وطلعت على مستشفى حكومي، فبرضو طردوني قالوا لي لأنه البنت ما عندها ملف، وقاعد أقول الاستقبال شوفوا حالتها، هي قاعدة حالتها تزود مرة، بس ما احد قاعد يعطيني وجه، وقالوا لي اطلعي البنت ما عندها ملف. فانا وشايله رجعت للبيت وانا قاعد ابكي وعرفت ايش مصير بنتي، فرجعتها على البيت معي وحطيت لها كمادات، بس كانت اسماء تحتضر وقتها. فقامت ام اسماء تبكي بكاء شديد وتقول ماتت اسماء. صراحه ما ادري ايش جاني ذاك الوقت ودموعي فعلا خانني، لانه ما قدرت انزل ولا دمعه ابدا، ما ادري ايش جاني. فمن بعدها طلعت على طول من مكان بيت اسماء، صراحه ما ادري ليش انا يعني ما رحت للبيت، قمت امشي بالطريق ما ادري وين رايح، بس قاعد امشي. فانا وماشي تذكرت القطعه اللي اعطتني اياها ام اسماء، ففتحت الهديه فلقيتها قطعة صغيرة من القماش اللي أنا جبته الأسماء منقوش عليه بشكل جميل جدا كلمة أحبك اللي أنا علمتها إياها، والقطعة نفسها بيها قطرات دم. فوقتها أنا عرفت أنه كان سر رقبتها لأنها تتعلم كلمة أحبك عشان تكتب ليها أنا. وبرضو عرفت ليش آخر لقاء بيني وبينها كانت تغبي إيدها ورا ظهرها عشان ما أشوفها. طلعت وهي قاعدة تخيط جرحا أصابعها واختلطت الخياطة بدمها. بالنسبة لي كانت أصدق كلمة أحبك في الحياة كاملة، لأنها كتبتها بدمها وجروحها وألمها. صراحة هذيك آخر ليلة كانت لي في الشارع كامل، لأنه ما عاد أطيق الحياة من دون أسماء، صرت حتى على البيت مالي نفس أدخل من بعد ما توفت أسماء. طبعا ما أدري أقول الله يرحمها، بس ما أعرف إذا كانت مسلمة ولا لا، لأنه كل ما أتذكر البيت صح إنه فيه ذكريات جميلة أسماء وكيف تعرفت عليها، بس برضو فيه جروح وجروح قتالة. فخليت الورقة معي صرت ما أفارقها أبدا. فبعد ما مشيت الأيام وأنا كنت مسافر في أحد الدول عند البحر الأبيض، صراحة ما أدري كيف طاوعني قلبي، فطلعت القماش ورميته في البحر، أريد أنسى اللي صار لأنه أنا مو قاعد أقدر أعيش حياتي أصلا من بعد ما توفت أسماء. صراحة لا حد يسألني أنا ليش رميتها أو إيش اللي كنت أفكر بيه، لأنه أنا ذات نفسي ما كنت أعرف. وما أدري إيش اللي جاني بدم بارد قاعد أشوف الورقة قاعدة تبعد عني وتغرق في البحر. فأنا قاعد أشوفها صراحة يعني دموعي قاعد تسألني أنا ليش سويت كذا، بس أنا صراحة ما عندي جواب أبدا. فأنا ودي أوجه رسالة لأسماء، أسماء سامحيني، أسماء أنا ما قدرت أتحمل أجمل ذكرى لك لأنك حملتيني حمل أكبر من حملي أنا ما قدرت أتحمله. أسماء سامحيني وصدق أنا ما أستحق الكلمة اللي كتبتيها على القماشة. هنا انتهت القصة يا شباب، بس صاحب القصة حاب يوجه رسالة لبعض الناس، رسالة إلى صاحب المستشفى الخاصة، هل أصبح هدفكم المتاجرة بأرواح الناس؟ رسالة إلى كل من مر بشارع الذي كانت تسكنه أسماء، فعندما تنظر إلى الغرفة الخشبية وتبتسم. رسالة إلى كل من يدفع ملايين الملايين عشان يشتري أشياء تافهة زي نظارة فنان ولا حذاء شركة فلان. رسالة إلى كل من يسمع هذه القصة، ألا تستحق أسماء الحياة؟ رسالة إلى الجميع، أسماء ماتت ولكن يوجد ألف أسماء في حياتنا، أعطوهم الفرصة ليعيشوا أحسن من ما كانت تعيش عليها أسماء. يا جماعة انتهت القصة، ما أدري إذا عجبتكم صراحة،
انا عجبتني مره بس يمكن ما عرفت تلقيها. فلا تنسوا لك الاشتراك وحساباتي في جتا صندوق غوص، تابعوني على كام، تابعوني سناب بعد، صلوا على النبي سبحان الله محمد سبحان الله العظيم، و مع السلامه.